اقول السلام عليكم متتبعين لا شنابي سولي بنتي واحد واو بلاتي نقول لهم شوفوا متتبعي قناه يوميه معاجين هذه العشيه كنت في الفيلم وصراحه نتمنى باش يعجبكم الفيديو نتاع شفت واحد الفيلم يعني واحد الصديق ديالي تقضى واحد واحد الصدقه وراه كنت موعد بنتي هادي وامنه راه تكلم باش نخرج معها وغادي نحكي لكم واش طبق عليها يعني والبارح غادي نوري لكم يعني ما هاد الهضره اللي انا هضره موراها غادي نوري لكم يعني تاع الغنم ومن بعديها نوري لكم ماذا وقع لصغيرتي هذه واحد 3 ايام نتمنى المتتبع قناه يوميه مهاجر باش يعجبكم هذا الفيديو وديروا لنا جيم وابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فعلا اتصل بي واحد الصديق عزيز عليا قال لي شي خرج معايا في ديك الطريق تاع جراده شرا واحد الخروج باش يدير واحد الصدقه يعني للعائله ديالو ومشيت معاه وكنت موعد الصغيره ديالي باش نخرج بها هذا النهار ندير تلعب ندير القهوه اللي في طريق الخرجه نتاع الحدود باش تلعب وما قدناش الوقت غادي درك غادي نوريكم الفيديو نتاع الاغنم نتاع فين كنت في الاغنم يعني قبيله بالنهار وعاد نولي نحكي لكم على القضيه نتاع عارف غادي يمشي شي واحد دائما متتبع قناه يوميه مهاجر هذه واحد 3 ايام يعني البنت ديالي طاحت لي من الدار يعني كانت تقرا في المدرسه وطاحت يعني من المقعد فين بنتي تسكرتي فين فيك ديدي هنا وريهم شوفوا هنا بنتي تسكرت من الراس ديالها والدم سال والمراه ما علمتنيش يعني المراه يعني زعما صراحه تكلفت بالاجراءات شرات لها الدواء وداتها للفارماسي وما قالت ليش انا حتى الغدوه لي يعني ما بغاش تخلع لي لان مثلا انا كنت ملاهي مع الوالده وكان جاتني واحد الرساله من اسبانيا نشكر الاخ ديالي نور الدين اللي من اسبانيا اللي غير لواحد الموعد جزاه الله كل خير يعني كانوا صيفطوا لي باش نمشي للطبيب
وردوا لي حتى 21/3 يعني بقى الامر ديالي الحمد لله شتا شويه الماء والبنت ديالي يعني طاحت وربع ايام هي زعما صراحه تنقلت لي المدام سلا بزاف بنتي بنتي راه تكرهي وجهك والله لا ديك النهار تمين سال الدم سال الدم سال الدم بزاف والحمد لله خرجت سلامات كنت اتصلت بواحد الصديق ديالي واحد الميدسان قلت له داو ساق قال لي لا سال الدم يعني حدا ما يكونش يعني جرح داير يعني الحمد لله الصغيرة كما تشاهدون هي معي نتمنى لها الحمد لله خرجت سلامات دائما نحن ونوافقكم الجديد بنتي قول لهم بابا كان غادي يديني القهوة بابا ديني في عصير قالت لي فرضت عليا باش تشرب عصير وندي تلعب ديك الحرايجو بيتزا يعني تلعب تاع الالعاب تاع الاطفال بيتزا انا باغي بيتزا يقول لي باغي ناكل بيتزا انا كنت بيتزا ان شاء الله بنتي اليوم بنتي سمحي لي فوت لك لان ما كانت الاغراض ديالي كثيره سنة دائما الجري نطلبوا من الله الله يصبرنا وي الحمد لله زعما دائما راح نتفتح النية حسنة من الله بابا تلي لي سنة ساسنة واش قريتي اليوم؟ ان ان ام ان ليش اخوا سينس واش قريتي الحساب واحدون؟ حادون قولي ان دو تروا دو قولي لي زرفا بي ا بي سي كلا نفس ا بي سي واش قريتو؟ ليش ان انا داير واحد الجولة مع الصغيرة ديالي انا كنت في الحمام هنا شفت تحت بزاف وجريت مع مشي ديك فيرما يعني صراحة كان لا بيست هنايا ديك الغبرة كندخل وانا ما فيها الحساسية يعني كان خصني بالسم والتميمة هنا هنا بغيت ندوز في الدار يعني في الدار بحال الحمام ونمشي للحمام والحمد لله الصغيرة ديالي ما كانتش شي يعني حاجة كبيرة يعني سال الدم حسب الإعادة نتاع الزوجة ديالي قالت لي سال لها الدم ولكن الحمد لله بنتي فين فيك ديدي؟ هنا وريهم وريهم ديدي شوفوا وريهم ديدي قول لهم طحت وسالي الدم سالي الدم قول لهم ربي شافاني ربي شافاني ربي زين بنتي ربي زين وعاوننا عاوننا واه بنتي ان شاء الله بنتي غادي نمشيو في اسبانيا تقراي تما هاد العام ان شاء الله هاد بحول الله بنتي نمشيو انتي بنتي باش ترافقني لا ما حد لباس هذا اي اولا ايشو كنا شي المره ديالنا دائما اشكر متابعي قناه يوميه مهاجر على الدعم ديالهم ليا ولي زابوني صراحه بقي الا عدد المشاهدات يعني راه في تحسن راه من الاحسن هنا دائما كتزاد المشاهدات ولي زابوني منو بشاله قول لهم اني غادي يضرب بابا يضرب بيا دوره ديلي دوره وغادي حتى الغدا ويديني يخلص عليها عصير انا ناكل بيتزا هاي بنتي بغات تاكل بيتزا بيتزا كبيره ولا صغيره بيلو بيتزا بالحوت ولا بالكفته؟ بالكفته ما بنتي بغات بيتزا بالكفته كوكا ولا فانتا ولا عصير؟ حامضه واش تشرب كوكا حامضه فيها الغاز غاز تشربي مع عصير ولا مع الماء؟ لا عصير؟ ياس لا اوكي اوكي بيتزا مع من اخرى بيتزا واش اخرى تشربي معاها؟ ها هي بنتي راه بغات تشرب تاكل بيتزا يلا دير لهم بيزو بعد دير لهم بيزو قول لهم نبغيكم نبغيكم قول لهم بزاف بزاف قول لهم بحال خوتي خوتي قول لهم لي ايرمانو لي بريمو بلينو قول لهم لي غوابو بابو يلا بوسيهم دير لهم بيزو دير لهم بيزو مواح الحباب ديالي حبابي قول لهم نبغيكم بزاف نبغيكم ها يا بنتي راه تا هي تسلم على المتتبعين قول لهم نتمناك تكونوا مزيانين مزيانين تكونوا مزيانين واللي معاونو بابا ونونو بابا باش هو يولي مزيان بابا يولي مزيان ان شاء الله بنتي هاني نضرب بنتي دوره دائما القناه المتتبعين تاع يوميه مهاجر سواء داخل المغرب او خارج المغرب لكم مني جزيل الشكر على المشاهدات وعلى لي زابوني نتمنى من الله العلي القدير باش يوفقنا نديرو لكم شي دي فيديوهات يعني جيدين ورائعين يلا ديري بيزو ديري بيزو ديري ديري بيزو ديرو اح قول من نبغيكم بيجو قول لهم انا بابا بابا قول لهم بابا هذه ديال الجنسيه انا ولي لا ندير الجنسيه بنتي اصاي بنتي انت معايا انت معايا بنتي وي يا بنتي ما بقالك ما بقالكش بزاف بنتي الا بقالي ان شاء الله انا بابا ديني ديني ديك الباطو لا ديني ديك في الطياره بنتي انت مشيتي في الباطو الباطو بزاف عليك بنتي بنتي ديني هكا ديني ديني
ندير بالي هكا بالي عندك لونطريمون لا صال واه بنتي بغات تدخل تريني التيكواندو واه تقول لهم باغي تريني التي عندهم الكيمينو عندها الكيمينو هني ها خلاص خلاص وجدت خلاص غدا غدا بنتي عندك التريني صاي اوكي كانت البنت ديالي تريني وادعم لي ظروفين نتمناو من الله نشوف خنا امين ونديروا لها كاع اللي بغات والله امين والله يحن الجميع بالدنيا الصالحة يا رب يحن لنا كل مشتاق بالدنيا الصالحة هادشي اللي غادي نقولوه بابا نسلاني انت مصدر الرزق ديالنا الله يجعل ربي يحفظها ويحفظ جميع الابناء ما بقي لي الا ان اقول لكم متتبعي قناة يوميت مهاجر انتو داعموا القناة ديالي لكي تصبح مفعلة يعني وقائمة بالالف ابوني واربع الف ساعة مشاهدة الالف ابوني راكم تشوفوا كما يعني راني في 900 يعني ما بقاش بزاف يعني رغم التأخر ديالي مدة ازيد من شهرين حيث كنت متواجد باسبانيا لان ما قدرتش ندير لي فيديو لان ما كنت متلاعب الحالة الصحية ديالي ومشيت نهار لفرنسا يعني تا الاخ ديالي وجوج تاع الخوادات ديالي وعدت معهم يعني واحد ثلاثة ديال السوايع انما مشينا على واحد الغرض واحد لاميرين تاع كليشي مشينا كاليزينا شي ورق ورجعنا علاش ما درت حتى شي فيديو باش نقول لكم يعني رائع بنتي اجي منا هيا وئام بئام هادي بنتي بوسيني بعدا بوسيني 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 بنتي لا عاوديني بوسيني عاوديني بوسيني لا عاودي ما صورتكش هكاك بنتي هادا راه تبوسني انا قناة قناة يومية مهاجر ما بقي لي إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتظرونا في فيديوهات آخر إن شاء الله دائما سنوافيكم بالجديد داخل أو خارج المغرب حتى إن شاء الله هذه الأشياء خصوصا نطلبوا من الله ما يكونش عندنا شي حاجة اللي تشغلنا ندير البنت ديالي تلعب نطلبوا الله من الله هاي بنتي فرحت لأن ما اليوم بديت لها النهار ديالها نظرا لظروف خارج عن الإرادة ديالي وكانت مطحت لي وزعما صراحة تخلعت والحمد لله دروك راها مزيانة نطلبوا لها الشفاء ولا الشفاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باي ديري باي باي ديري بوك بوك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتظرونا في فيديوهات آخرين إن شاء الله.